اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وعلم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان معرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد